بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا احنا النهاردة في يوم بيشهد المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده اللي هو مقر معهد المحاماة، بيشهد النهاردة حفلة اللي هي تكريم، بمعنى ان الحفلة او اللقاء بتاع النهاردة ده لقاء مهم في حياة حضراتكم، اللي هو جدول العام. ان النهاردة جلسة حلف يمين. يعني ايه حلف يمين؟ حلف اليمين ده شرط أساسي من شروط القيد في نقابة المحامين، وإذا تخلف هذا الشرط يبقى القيد باطل، يبقى القيد باطل طبقا لقانون المحاماة. ولذلك الشرط القسم ده شرط أساسي اللي احنا بنبدأ به النهاردة، أول إجراء في حياته إن هو القسم على احترام مهنة المحاماة طبقا لما هو مدون بالقسم. طب احنا النهاردة طبعا اللي موجود على المنصة معنا النقيب، طبعا كلكم تعلمون معنا النقيب الأستاذ رجاء عطية، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، والمحامي بقى اللي هو ذو التاريخ الطويل والفقيه والعالم كل ده طبعا احنا عارفينه لان احنا اتعلمنا منه كتير. يعني الحضور النهاردة معانا النقيب طبعا زي ما انا قلت، وبعدين الاستاذ محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، الاستاذة فاطمة عضو مجلس النقابة العامة، فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة، وانا حسين الجمال المحامي وامين عام النقابة العامة، واللي هنلتقي بيكم ان شاء الله وهنقابل بعض في معهد المحاماه. طبعا حديث النهارده اللي هو حلف اليمين، احنا اليوم ده انتوا دلوقتي كلكم حاصلين على ليسانس الحقوق بس مش محامين. محامي هيبدا مرحله جديده في حياتكم اللي هو بعد اداء القسم اللي هو حلف اليمين. بعد اداء القسم خلاص بقيت محامي طبقا لنص القانون، هيطلق عليك اسم الاستاذ الاستاذه، يبقى مجرد حلف اليمين تغير حياتك وبتبدا حياه جديده ومرحله جديده حتى تتعامل بيها في المجتمع وتتعامل مع المجتمع. والامر ده مهم جدا. ليه؟ لانك هتبقى محامي. المحاماه هي اعظم مهنه في الوجود بصفه عامه. المحاماه رساله، قبل ما تكون مهنه فهي رساله. النهارده لما هنبقى بعد القسم، بعد القسم النهارده تلقائي بتتغير حياتك، بيتغير سلوكك، بيتغير ادائك، بتتغير علاقاتك، بتتغير علاقاتك بربنا سبحانه وتعالى الاول. فاذا انت النهارده مرحله جديده جدا، ودي احنا بالنسبه لنا كمحامين كانت المرحله الحاسمه في حياتنا اللي غيرنا فيها من مرحله اللي احنا كنا فيها طلبه وتخرجنا والكلام ده كله، وبعدين بدانا في المرحله اللي هي مهنه المحاماه. ومنذ ان اقسمنا يمين القسم على احترام وممارسة مهنة المحاماة واحترمنا مهنة المحاماة والتزمنا بكل الضوابط التي تقتضيها مهنة المحاماة من حيث الشخصية، التكوين شخصية المحامي الأول دي مهمة جدا. إنما العلم في الكتب خدتوه في الجامعة وإحنا عارفين الجامعة فيها إيه، لكن تكوين شخصيتك مش في الكتاب، لا ده ديت حاجة طبيعية، حاجة
طبيعية. الشخصية دي أنت المسؤول عنها. ليه؟ لأنك أنت صاحبها، أنت اللي بتعتز بنفسك، أنت اللي بتفتخر بنفسك، أنت اللي بتتباهى بشخصيتك. هنا الشخصية دي منوط بيها حضرتك. ليه؟ لأن الأصل فينا الشخصية في الأصل فينا طبقا للربنا فرضوا علينا، الأصل فينا إيه؟ الأخلاق، أساس كل حاجة، أساس النجاح في مهنة المحاماة هي الأخلاق. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى، نرجع كده نشوف برضو السيرة النبوية كده، ربنا سبحانه وتعالى لما نزل سيدنا جبريل بالرسالة على سيدنا محمد قال له اقرأ، قال له لا ما أنا بقارئ، عرفش أقرأ، ده الرسول بيقول لسيدنا جبريل، سيدنا جبريل بيقول له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له أنا بعرفش أقرأ، قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يبقى هنا وقبل الرسالة ما تنزل على سيدنا محمد قال له ربنا وصفه بيه وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، قبل الرسالة ما تنزل على سيدنا محمد وقبل سيدنا جبريل ما ينزل بالوحي على سيدنا محمد قال له وإنك لعلى خلق عظيم. من اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأخلاق قبل العلم، صح؟ الأخلاق قبل العلم، لأن ربنا وصف سيدنا محمد بالأخلاق. يبقى إذن كلنا لازم نلتزم بما التزم به سيدنا محمد وربنا وصفه به وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى لما يقول له إنك لعلى خلق عظيم ده أمر مهم جدا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده الأخلاق، ده الأخلاق، ده الاحترام، ده الأدب، هو ده. إذن لابد أن نلتزم الأول بالتكوين الشخصي لنفسك عشان تبقى محامي. وده وخلي بالك المحامي ده أحسن شخصية في المجتمع. ليه؟ هو كده لأن طبيعة عمله بتقتضي كده، لأنه هو مؤهل إنه يبقى كده، ومؤهل إنه يبقى كده أكتر من هذا. إن المحامي ليه صفات بتختلف عن كل فرد من أفراد المجتمع أيا كان المركز الاجتماعي. محامي بيختلف عن كل ده. ليه؟ وبيبقى مميز، بيبقى مميز عن كل اللي موجود في المجتمع. ليه؟ لأن هو بينفرد بشروط ومواصفات لا ينفرد بها غيره أو لا يتصف بها غيره. ليه؟ لأنك أنت لما بتبقى ماشي في أو تتعامل في المجتمع أي حد لما بيشوفك كده الشخصية دي يقول لك ده محامي، ما أعرفكش، ده محامي. طب ليه هو محامي؟ ليه أنا قلت على حضرتك ده محامي وأنا مش عارفك؟ ليه؟ لأن أنا شايفك شخصية محترمة، شخصية بتعتز بنفسك، شخصية بتفتخر بنفسك، شخصية لك وقارة، شخصية الزي بتاعك مميز عن تصرفاتك مع نفسك، تصرفاتك مع غيرك، تصرفاتك مع المجتمع، تصرفاتك مع كل أفراد المجتمع بتبين وتؤكد إنك محامي. وخلي بالك المحامي بالنسبة إحنا بنتعامل مع السلطة القضائية والنيابة كله، لا إحنا أكتر، إحنا أكثر احتراماً وعلماً وأدباً وخلقاً. ليه؟ الواقع بيقول كده. فطبعاً أنا مش هتكلم تاني بقى، مش هطول عشان نسمع معالي النقيب، وهنسمع من معالي النقيب القسم إزاي؟ القسم مش تلاوة قسم، لا، القسم إن إحنا نتعايش مضمون وجوهر القسم، لأن هو ده الأخلاق، هو الاحترام، هو القيم، هو الانتماء للوطن، هو الانتماء وحب ومحافظة على تقاليد مهنة المحاماة.